حضرتك. واحنا طبعا في مجلس وزراء، فاحنا بدايه تدشين المؤتمر العلمي، لان ده معرض المؤتمر، لكن هي الرساله اللي موجوده النهارده ان احنا ازاي الرياضه ليها جانب اخر، هي جانب الصحه. والصحه شيء مهم جدا، التوجيه الدائم ويعني توجيه فكره الرئيس ان الشاب المصري والرياضي كل الناس لازم تهتم باللياقه البدنيه، وصحه الشعب المصري هي لها دور كبير من الاهتمام، وايضا دور المكمل من وزاره الشباب والرياضه والتعاون مع وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي، دور كبير جدا. لكن النهارده يعني هذا المزج الكبير ما بين الرياضه والصحه وما بين الخدمه المجتمعيه ودور هيئه قناه السويس، وايضا الدور الاستثماري من خلال يعني البروفيسور ادريان الموجوده اللي هتتكلم بشكل كبير. احنا في وقت قليل للتدشين هنقول يعني المؤتمر هينطلق بدايته من النهارده، هتكمل على مدار 3 ايام في موضوعات مهمه جدا للرياضه والصحه والاستثمار وتطوير كره القدم المصريه، سيما ان فيتوريا ومدرب المنتخب الاولمبي ولاليجا هيكونوا موجودين مع خبراء كتار في كره القدم في الالعاب المختلفه. لكن النهارده الحقيقه دور المكمل معالي الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه، الحقيقه في اهتمام كامل وكبير جدا مع رؤيه الدوله المصريه تطبيقا من طبعا الحكومه المصريه دوله رئيس الوزراء، دور كبير اللي يعني الصحه هتليه مساعده ومسانده في الدور الاستباقي، لان يمكن الابحاث العلميه قالت في بعض الدول زي كندا بنصرف 80 سنت على الرياضه بتوفر 100 دولار على الموازنه العامه للصحه. دكتور خالد، يمكن اهتمام حضرتك لهذا الموضوع، ايه اللي ممكن نقوم بيه للشعب المصري في هذا السياق وهذا الدور بالصحه قبل المرض؟ في البدايه اسمحني يعني اهنيك بهذا المؤتمر وبتواجد دوله رئيس مجلس الوزراء. يعني انا بالنسبه لي طبعا شهادتي واضحه جدا للعلاقه الكبيره ما بين ممارسه الرياضه وما بين صحه الانسان. اذا قدرنا ان احنا يعني مجرد لو سمحت اللي يغير بس يغير معايا بسرعه اللي موجود معايا ورا مع ايديا، لو 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 شفنا تعريف الصحه عامه هنلاقي ان الصحه واركانها هي الصحه جسديه والصحه عقليه وصحه مجتمعيه. الثلاث حاجات اللي انا بتكلم عليهم دول ليهم تاثير مباشر مع ممارسه الرياضه والتمارين الرياضيه، بمعنى ان اذا قدرنا ان احنا مجرد نفكر اللي هي بنسميها الفيزيكال ويل بينج، بنتكلم عن المنتال ويل بينج والسوشيال ويل بينج، هتلاقي اي رياضي من اللي احنا شفناهم النهارده ويمكن حسينا قد ايه هم بيتكلموا بشغف وبحب على الرياضه، هتلاقيهم زي ما اتقال هم منضبطين مجتمعيا، هم واخدين بالهم من صحتهم فاكيد صحتهم احسن، هم تفاعلهم العقلي ايضا منضبط اكثر من غيرهم، وده ابحاث علميه هي اللي عملت هذا الموضوع وقالت ان صحه الانسان بتخليه يتحسن في اداء وظائف الجسم. لو احنا اتكلمنا على الصحه الجسديه على شكل على اول حاجه هنلاقي ان معدلات الاصابه بالامراض عامه، اذا كنا بنتكلم على الامراض الجهاز العصبي او الامراض الخاصه بالقلب او حتى نسب الاصابه بالاورام والسرطانات، وده ابحاث علميه صريحه جدا قالت ان 35% من الامراض الخاصه بامراض القلب وامراض الجهاز العصبي بيتم تحسينها بشكل كبير جدا من ممارسه الرياضه. حتى نسب الاصابه بالاورام والسرطانات تتحسن بشكل كبير جدا لممارسين الرياضه عن غيرهم، ودي ابحاث علميه مرت على مدار يعني سنوات طويله. كل خطوه فيها احنا طبعا بنتكلم على التجنب الامراض الضغط والسكر والامراض الشرايين التاجيه والجلطات الدماغيه وكل وحتى الاكتئاب والامراض المتعلقه بالتفكير ليها علاقه بالرياضه. لو بصينا على الصحه النفسيه ودي حاجه مهمه جدا، لان الصحه النفسيه احنا هنا بنتكلم على الاكتئاب وبنتكلم على التوتر وبنتكلم على القلق، كل ده اللي بيصدر من جسم الانسان اثناء يعني ممارسته للرياضه، هنلاقي ان في سيروتونين يعني في مواد كيميائيه وفي اندورفينز، ودي مواد بنسميها المواد
اللي بتبكي السعادة لجسم الإنسان. فممارسة الرياضة وإفراز الهرمونات المعنية بالصحة النفسية بتغطي كثيرا من أمراض الاكتئاب وأمراض الضغط العصبي والنفسي والتوتر والقلق. وتلاقي الناس اللي بتمارس رياضة كمان بتقدر أنها تنام أحسن، تاكل أحسن، تقدر تتفاعل وتبقى مستوى الإنتاجية فيها بشكل كبير جدا أحسن. الأمراض النفسية على مستوى العالم منتشرة بشكل كبير، يعني في مصر 24.7 من المواطنين